صحي دايما وانا رايح مصر، دايما وانا مسافر مصر لازم يجي لي وجع في بطني كده، عارفين وجع السفر ده زي كأنك داخل امتحان بالظبط. انا بدور على الشعر اللي كان على الكاميرا من فوق اللي هو بيمنع الهواء، بس للاسف مش لاقيه. ايه مهمة الشعر اللي بتلزق فوق ده؟ ان انت لو في حتة فيه هواء كتير ورياح والكلام دوت ما تسمعش الحاجات دي. طبعا لازم عشان نخرج من العمارة اعدي على مليون قفل. اسمه الزيشة هايت. بص شوية هنور ما تقدرش تفتح عشان مش اي حد يخش يسرق والكلام ده. بص الوحش دي AMG C63S. العربية دي 570 حصان، بس صاحب العربية دي عامل لها تعديل تيونينج، فبالتالي العربية ديت فوق 600 وش. يعني العربية صوتها اصلا رهيب. ودي البيبي حبيبتي. طبعا في شوية تعديلات كتير عايز اعملها في العربية بس مش دلوقتي. بس اهم حاجة بصوا اللون دوت بايظ خالص، اللزق ده بيطلع، فلازم الونها من جديد بس لما ارجع. بس عايز اوريكم حاجة، بس واحد من التعديلات اللي انا عملتها في العربية. بصوا كده عن طريق التليفون اقدر الون العربية اي لون انا عايزه، اصفر اخضر. حلو الكلام ده صح؟ هرجعها ابيض بقى عشان ايه ده اصلا مش مسموح بيه، وكل ده بعمله عن طريق الابل ده. حاجة تانية نسيت اقولها لكم، العربية دي انت مش شرط تفتح بالمفتاح، تفتح وتقفل. ده بيفتح الشنطة، ده بتاع الانذار، تمام. ممكن تحط المفتاح في جيبك. شايفين دي الشرايط دي بيها قافل العربية، احط ايدي جوه العربية تفتح. بصوا كده كده العربية فتحت. تاني هقفل، تمام. بصوا بقى اهو انا هحط ايدي جوه كده فتحت، هلمس الشرطة دي كده قفلت. قال يعني بيوفروا ايه يعني، عشان مش كل شوية تمسك المفتاح وتك تك 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 تلمسها بس وانت خارج. وبصراحة الموضوع ده مجزي جدا، يعني الموضوع ده بيوفر كتير. انا مش شرط اطلع المفتاح دايما من الجنس، انا بقفل العربية وزي ما انتم شايفين. بص اقفل العربية واقوم اعمل كده اهو، خلاص هي كده قفلت وامشي. لو حاولت تفتح العربيه ما تفتحش. طيب اي حد ممكن يفتح العربيه؟ لا، لازم المفتاح يكون قريب من العربيه. قريب يعني يكون قريب من الباب جدا، قريب زي ما انت واقف كده. لو انا بعدت شويه بالظبط، شايفين المسافه دي مسافه عربيه، واحد حاول يفتح الباب ما يفتحش. يلا بينا على النادي. المضرب ده بقى لازم اديه الايفلت، الراجل بيقعد يشتمني طول الوقت ده. Kannst du kommen, ich will nicht im Sand laufen. Da kommt jemand, holt diese Schläge irgendwann. Was machst du hier? Du bist im Urlaub. Ja, ich gehe mir jetzt in Urlaub. Ja, genau, spiel mal vorhin. Jawohl, Ewald. Jawohl. Ciao, Ewald. Ciao, Karim. Ciao, Ewald. Schönen Urlaub wünsche ich dir. Boah, echt? Was hast du jetzt mit Ausländern zu tun, Ewald? Ja, dieses König-Ding. Was soll ich denn tun? Sakranin Kholes. الاتنين دول سكرانين طينه، ماشيين عمالين يرجعوا في كل 2 متر في الشارع، يقف على جنب وهوب يطلع كل اللي جواه. بص دي ملاعب الكوره جنبيه، بيسال على الكوره، وده ملعب كوره تاني بس مالوش حد. دي زي مدارس كوره كده او اكاديميات كوره صغيره جنب الانديه دي كلها. في بارك كبير هنا للي عايز يجري، اللي عايز يطير درون. شايفين البارك كبيره ازاي؟ انا باجي اجري هنا، وده محطه المترو جنبيه على طول. هنا قانون اساسي في المانيا، لما تخش جراج مقفول زي ده او تدخل جوه نفق لازم تولع نور العربيه. المشكله بقى ان انا عايز احول فلوس من بنك لبنك، بس انا عشان اعمل الكلام ده اونلاين هياخد لي يومين قبل ما الفلوس تسيح من البنك بتاعي وتروح البنك التاني. بس انا عايز اعمل الكلام ده النهارده، فده اللي خلاني اجي اروح البنك الاولاني اسحب منه الفلوس واطلع البنك التاني اللي انا بستخدمه دايما طبيعي، احط عليه الفلوس اللي انا عايز استخدمها، عشان لو هنسافر بيبقى طبعا على الفيزا كارد اقدر استخدمها في نفس الوقت لو اسحب فلوس. كده الرحله خلصت، ثواني بس اضرب النافيجيشن عشان ايه مش عارف اروح ازاي من هنا، لاني جيت بالنافي فانا ادوس على الهوم سيت اس ديستنيشن انجز يابا. طيب ده هياخدني البيت بالظبط 18 دقيقة، يعني ربع ساعة، ربع ساعة بالكتير قوي ابقى في البيت. فنطلع البيت وبعد كده شنط ونتكل على الله.
طيب الشنط دخلت، الشنط اتحطت وشكلنا مش هنلحق الطياره. ما اعرفش الشكل عامل كده ايه. قدامنا بالظبط ساعه، المطار بياخد 45 دقيقه بعد ما نركن ونطلع. فالمفروض يتنزلنا قدام الباب ونلحق نودي الشنط كل حاجه. احنا عملنا اصلا تشيك ان. مش عايز اقول ادعوا لي ان انا اوصل، لان انتوا هتشوفوا الفيديو ده اصلا المفروض بعد ما ارجع من مصر. ف ان شاء الله باذن الله. اخت مراتي بتوصلنا بس مش عايزه تطلع على البتاع على الكاميرا. سوري كوكو، زعلان عشان متاخره بسببك، بس هنلحق يعني، مش لازم التمثيل يعني. وصلنا يا جماعه والمطار زحمه. تيتا تذكره مدتها 10 دقايق بالظبط، فيا دوبك 10 دقايق ترمي اللي معاك بالشنط بتاعتهم وتطلع. المفروض هدفع الشنطه زياده، عندي شنطه زياده دافع فلوسها حجزتها، هدفع بتاع 75 يورو مش هعملها اونلاين. لو جيت دفعت على طول هنا هخش لي في حوالي 150 يورو زي. طيب عدينا خلاص كده بقى السكيورتي والامن، صح كوكو؟ دي هاني سكيورتي فوباي. هنطلع دلوقتي على الجيت اللي هي البوابه، واللي انا ماشي بعرض كده عشان ماسك شنطتها وشنطتي وهي ماشيه مش شايله اي حاجه. مش عايزك تسيش تن كفا لان تاشا هاب اون دو لايس ان فازو من دم. بصوا ماسكه ايه؟ تقول لي انا انثى وانت الراجل يعني. راجل راجليات. طبعا عندي الباس كنترول اللي هم بيعملوا كنترول على الباسبور. طيب عدينا الكنترول بنجاح. بيفيش بي بي سكسشات. هنطلع البوابه دلوقتي بس جعانين، فممكن ايه نضرب اي ساندوتش. بما ان الحته هنا فاضيه فاحنا رايحين ناكل. بصوا شايلين الشنطه ازاي بتساعدني يعني. يلا مش مشكله، كويسه ان شاء الله نوصل بسلامه عشان في اكله جميله مستنيه. قدامنا بالظبط 10 دقايق وهنا في فرانكفورت وهنقعد طيران بالليل. لو الطياره ما طارتش كمان 10 دقايق هنبات في فرانكفورت. يا رب نطلع من هنا، مش عايز امشي الصبح. وصلنا كوكو الحمد لله على السلامة. بس يا جماعة لسه فهضطر اقفل الكاميرا ديت عشان ايه دواعي امنية هنا في المطار عشان محدش يعمل لنا اي مصيبة. فسلام. طيب يا جماعة انا وصلت الحمد لله، وده مودي ابن خالتي استخبى وشادي مش مستخبي. حبيبي ده شادي اخويا والعيلة كلها هي قدامي اهي. عمي الحاج فتحي ارجى الراجل في مصر، ارجى الراجل في مصر. الله يخليك فيه شادي، مش ارجى الراجل في مصر. امي شايف البطاطس
خوش سلم خوش سلم شكرا عفوا يا صباح الخير.